يا اهلا بالفيلموية. فيلمنا النهاردة بطولة اسطورة الاكشن جايسون ستاثم. بيحكي عن ضابط متقاعد بيشتغل في اعمال مشبوهة عشان يقدر يعيش، وفي يوم بيقابل بنت صينية بتبقى هي السبب في تغيير حياته 180 درجة. فيلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في فيلم النهاردة. بيبدأ فيلمنا بفرانك وبنشوفه وهو قاعد في عربيته وبيستعد عشان يبدأ شغله. بنعرف انه شغال في نقل الحاجات المشبوهة في العربية بتاعته اللي بيحبها جدا وبيعتبرها اكتر من بنته. بيبقى مشهور عن فرانك انه منظم جدا ودقيق جدا جدا، وكمان ملتزم بالثلاث قواعد اللي هو حاططهم لنفسه. القاعدة الاولى، محدش من عملائه يعرف اسمه او هو حتى يعرف اسمهم. القاعدة الثانية، انه ما يفتحش اي طرد هو بيوصله. والقاعدة الثالثة هي انه ما يعملش اي تعديلات في الصفقات اللي هو بيعملها. وبيروح فرانك للمكان اللي مفروض هياخد منه العملاء اللي هم متفقين معاه، وبيبقى العملاء دول مجرد حرامية كانوا بيسرقوا بنك. وبيبقى فرانكي متفق مع زعيم الحرامية دول انه مش هينقل غير 3 اشخاص بس، لكنه بيتفاجئ انهم 4 اشخاص. وعشان كده بيتعصب فرانك جدا وبيأمرهم انه مش بيغير من اتفاقه ابدا، فبيسحب الزعيم المسدس من جيبه وبيهدد فرانك بالقتل لو ما تحركش. فبيضحك فرانك ببرود وبيقول لهم ان العربية مش بتشتغل غير بكلمة سر، يعني لو قتلوه مش هيعرفوا يهربوا، ويتقبض عليهم. وفي اللحظة دي بيتعصب الزعيم اكتر من الاول وبيقتل واحد من رجالته. وبعدها بيطلب من فرانك انه يتحرك بسرعة قبل ما البوليس يوصل للمكان، وبسرعة بيغير فرانك نمر العربية بتاعته وبينطلق. وفي نفس اللحظة دي بتظهر عربيات البوليس وبتبدأ تطارد عربية فرانك، لكن فرانك بيبقى سواق ماهر جدا وبيقدر انه يدخل في الشوارع الضيقة اللي في المدينة عشان يشتت عربيات الشرطة. بس مع كل شارع بيدخله بتظهر عربية شرطة جديدة، فبيزود فرانك من سرعته وبيطلع على الطريق السريع وبيمشي في الاتجاه المعاكس. وفعلا خطته بتنجح وبتتعطل بعض العربيات على الطريق ده، بس بتظهر مجموعة جديدة وبتحاول انها تزنق فرانكي في مكان ضيق، وبتنجح العربيات دي فعلا وبيتزنق فرانكي فوق الكوبري. بس فرانك بينط من فوق الكوبري وبيهرب من الشرطة عند المينا اللي في المدينة، وده بعد مطاردة عنيفة جدا معاهم. وبعد كده بيروح فرانك للمكان اللي المفروض هيوصل الحرامية ليه، بس الزعيم بيطلب من فرانكي ان يوصلهم لمكان تاني، وبيعرض عليه مبلغ زيادة عن المبلغ اللي كانوا متفقين عليه. بس فرانك بيرفض وبيقول له انا مش بغير الاتفاقات بتاعتي. فبيشتموا الزعيم وبينزل هو واللي معاه من العربية وبيركبوا عربية تانية كانت في انتظارهم. اما فرانك فبيغير نمرة العربية بتاعته من تاني وبيرجع للبيت بتاعه. وفي البيت بيبدأ فرانك ينظف العربية بتاعته وبيغسلها كويس من التراب. وتاني يوم وهو قاعد بيفطر بيشوف في التلفزيون خبر القبض على الحرامية اللي كان بيوصلهم من بارح، فبيضحك باستهزاء وبيقعد يكمل فطاره في هدوء. بس وهو قاعد بيجيله المفتش تاركوني اللي بيبقى شاكك في فرانك على طول، وده لأنه أمهر شخص في المدينة بيعرف يسوق عربيات. بيقول تاركوني لفرانكي ان في ناس شافت العربية بتاعته في المدينة امبارح وهي بتنقل ناس ملثمين. فبيضحك فرانك وبيقول له لو عندك دليل واحد ان انا مجرم اتفضل اقبض علي. فبيروح تاركوني يبص على عربية فرانك وبيتأكد بنفسه ان نمرة العربية مختلفة عن نمرة العربية اللي كانت بتنقل الحرامية امبارح. فبيعتذر له وبيمشي وهو متعصب لانه مش عارف يمسك اي حاجة على فرانك. وبعد كده بيجي اتصال لفرانك من واحد عايزه ينقل له حمولة. فبيروح فرانك يقابل الشخص ده في الحانة وبيعرف منه انه عايزه ينقل شنطة ابعدها 1.5 متر في 0.5 متر، وبيبقى المفروض ان الشنطة دي توصل تاني يوم الساعة 7. فبيوافق فرانك على العملية دي وبيعرف الشخص ده على القواعد الثلاثة بتاعته، وكمان بيتفق معاه على الاتعاب. وتاني يوم الصبح بيجهز فرانك نفسه وبياخد الشنطة وبينطلق على العنوان اللي اخده من الراجل. بس هو في الطريق كاوتش العربية بينام، فبينزل فرانك من العربية وبيروح يفتح الشنطة عشان ياخد منها الاستبن، بس بيلاحظ ان الشنطة اللي معاه بتتحرك، وعلى طول بيستنتج ان الشنطة دي جواها شخص، لكنه مش بيهتم وبيغير كاوتش العربية بتاعته وبيكمل طريقه كأنه ما شافش اي حاجة. وبعد كده بيقف فريست على الطريق عشان يرتاح شوية وياكل، بس هو هناك بيشتري ازازة عصير وبيقرر انه يخرق القاعدة بتاعته ويفتح الشنطة اللي معاه. وبمجرد ما بيفتح الشنطة بيلاقي بنت جميلة بملامح اسيوية، فبيشربها ازازة العصير كلها، وبعد كده بيقفل الشنطة عليها من تاني كأنه ما عملش اي حاجة. بس بعد شوية وهو ماشي على الطريق بتبدأ تخبط وترزع في شنطة العربية، فبيركن على جنب وبينزل يفتح الشنطة عشان يشوفها عايزة ايه، فبتقوله البنت انها عايزة تدخل الحمام. فبيخرج فرانك من الشنطة وبيربط حبل حوالين رقبتها وبيخليها تدخل الغابة عشان تعمل حمام. بس البنت بتستغل طيبة فرانك وبتحاول انها تهرب منه، وبيقعد فرانك يدور عليها في الغابة كلها لحد ما اخيرا بيلاقيها، فبياخدها وبيرجع بيها على العربية وهو متعصب ومخنوق منها لانها تخليه يتأخر على ميعاد التسليم.
لكن المفاجأة انه بيلاقي اتنين ظباط واقفين قدام العربية بتاعته، واول ما بيشوفوا فرانك بيهجموا عليه، بس فرانك بيبقى اقوى منهم وبينزل فيهم ضرب وعجن لحد ما بيخلص عليهم، وبعد كده بيرمي البنت في شنطة العربية زي الاول وبينطلق باقصى سرعته لمكان التسليم. وبعد شوية بيوصل فرانك لمكان التسليم وبيقابل الشخص صاحب الشنطة اللي بيبقى اسمه وولف، وبيسلموا الشنطة اللي فيها البنت وبيسألوا وولف إذا كان فتح الشنطة اللي معاه ولا لأ، بس فرانك بيأكد له إنه ما فتحش الشنطة ولا يعرف إيه اللي جواها. فبيبين وولف لفرانك إنه مصدقه، بس في الحقيقة هو كان شاكك في كل كلمة فرانك بيقولها، وده لأنه سمع صوت صريخ البنت في الشنطة، وده معناه إنه فتح الشنطة وشال اللزق من على بقها. لكنه بيطلب من فرانك إنه يعمل عملية توصيل تانية، فبيوافق فرانك من غير أي تردد وبياخد الشنطة اللي المفروض ينقلها، وبيتفق مع وولف على أتعابه، وبعدها بينطلق في مهمته التانية. لكن وهو ماشي على الطريق بيقرر انه يقف في ريست عشان يرتاح وياكل حاجه، وبعد ما بيخلص اكل بيروح عشان يركب عربيته، وبس بمجرد ما بيقرب من العربيه بيلاقيها اتفجرت. فبيحزن فرانك جدا على عربيته اللي اتفجرت، وبيقرر انه ينتقم من الشخص اللي اداله الشنطه، وبسرعه بيرجع لبيت الراجل ده وبيدخل مع رجالته في قتال عنيف، وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم، لكنه مش بيلاقي الراجل في البيت. وفي نفس الوقت بتستغل البنت الصينية انشغال العصابة، وبتحاول انها تهرب من المكان عن طريق انها تستخبى في واحدة من العربيات اللي في الجراج. وبنرجع تاني لفرانك واللي بيقدر انه يخلص على كل الرجالة اللي في البيت بكل سهولة، وبعدها بيروح ياخد عربية من العربيات اللي في الجراج وبيمشي بيها من المكان. لكن وهو ماشي على الطريق بيلاحظ ان البنت الصينية راكبة معاها العربية، فبيوقف العربية فورا وبيرميها على الطريق، لانه كان متعصب منها لانها السبب في تدمير عربيته اللي كانت غالية على قلبه. بس بتصعب البنت عليه ومش بيرضى انه يسيبها على الطريق لوحدها، وعشان كده بيرجع تاني ياخدها وبيكمل في طريقه على البيت. وفي البيت بيفك فرانك البنت وبيبدا يسالها عن اسمها، فبتقوله البنت ان اسمها لاي. فبيقوم فرانك يحضر لها الاكل وبيطلب منها انها تاكل، وبعدها تنام على الكنبه، وبيسيبها وبيدخل على اوضته عشان ينام. وفعلا بتخلص البنت اكلها وبتقوم تنام على الكنبه وهي فرحانه لانها هربت من العصابه اللي كانت خطفتها. وفي نفس الوقت بنشوف الزعيم وولف وهو رايح يزور واحد من رجالته في المستشفى، وبيسأله عن اللي عمل فيهم كده، فبيقول له الراجل ان السواق ما ماتش بالقنبلة وانه رجع وخلص على كل الرجالة اللي في البيت. فبيتعصب الزعيم وولف وبيقتل الرجل ده بدم بارد وبيمشي. تاني يوم بيصحى فرانك من النوم وبيتفاجئ لما بيشوف لاي وهي محضرة له الفطار، فبيقعد يفطر وهو مستغرب جدا. وفجأة وهم قاعدين بيظهر المفتش تاركوني وبيسأل لاي عن سبب وجودها في بيت فرانك، فبتبتسم لاي وبتقول له انها الطباخة الجديدة. فبيقول تاركوني لفرانك انه لقى عربية بتاعته متفجرة امبارح في ريست على الطريق، فبيقول له فرانك ان عربيته اتسرقت امبارح من قدام السوبر ماركت وكان لسه هيلبس وينزل عشان يعمل بلاغ عن سرقتها. فبيتعصب تاركوني من ردود فرانك الجاهزة على طول، وبيطلب منه انه يعمل بلاغ باختفاء العربية بسرعة عشان ما يدخلش في سين وجيم، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبعد ما بيمشي تاركوني بيقعد فرانك يتكلم مع لاي، وفجأة بيتم إطلاق صاروخ على بيت فرانك، وبعدها بينزل رجالة وولف من عربيتهم وبيبدأوا يضربوا نار على بيت فرانك، وكمان بيجهزوا صاروخ تاني وبيضربوا على البيت. بس قبل ما الصاروخ يجي فيهم بينط فرانك ولاي في الجراج بسرعة، ومن الجراج بينطوا في قلب بير، وبيبقى فرانك مجهز معدات غطس في البير ده للحالات الطارئة، وبيستخدم فرانك ولاي المعدات دي وبيهربوا بيها من المكان عن طريق البحر. وبعد كده بيروح فرانك ولاي على مكتب تاركوني واللي بيقعد يحقق معاهم في التفجيرات اللي حصلت في بيت فرانك، فبيقول له فرانك انه خرج مع لاي لشط البحر ولما رجع للبيت اتفاجئ انه متدمر. فبيتعصب تاركوني وبيقول له يعني انت مالكش اي علاقة بالاشخاص اللي هجموا على البيت؟ فبينكر فرانك علاقته بيهم وبيقول له اكيد دول غلطوا في العنوان او حاجة. وفي اللحظة دي بيتم استدعاء تاركوني لمكتب رئيسه، فبيخرج تاركوني وبيسيبهم في المكتب. فبتستغل لاي خروج تاركوني وبتفضل تبحث عن اسم الزعيم وولف، وبعد بحث طويل بتلاقي الملف بتاعه وبتعرف عنه كل حاجة تقريبا. وبعد كده بيرجع تاركوني للمكتب وبيلاقي لاي قاعدة جنب فرانك في هدوء، فبيطلب منهم انهم يمشوا وهو هيحقق في تفجير البيت. ولما بيمشي فرانك ولاي من المكتب بيعرف تاركوني انهم استخدموا الكمبيوتر بتاعه وبحثوا عن وولف زعيم المافيا المشهور. وبنرجع تاني لفرانك ولاي وبنشوف لاي وهي بتطلب من فرانك انه يروح معاها لشركة وولف، بس فرانك بيرفض وبيقول لها انه مش هيروح للموت برجله. فبتعيط لاي وبتطلب من فرانك انه يساعدها في انقاذ ابوها،
وبيتعرف لاي فرانك ان وولف شغال في تجارة واستعباد البشر، وان في سفينة هتتحرك بعد كام يوم فيها 400 شخص مخطوفين وابوها من ضمن ال 400 شخص دول. فبيتأثر فرانك بكلام لاي وبيقرر انه يساعدها في انقاذ ابوها وال 400 شخص المخطوفين. وفعلا بيروح فرانك مع لاي لشركة وولف، وهناك بيحط فرانك المسدس في رقبته وبيطلب منه انه يقول لهم على مكان السفينة اللي هتنقل ال 400 شخص. فبيبتسم وولف اللاي وبيقول لها أبوكي زمانه على وصول وهو اللي يتعامل معاكي. فبيستغرب فرانك جدا لأن هي قالت له إن أبوها مخطوف، فبيقول له وولف إن لاي مجرد كدابة وإن أبوها هو شريك في كل عمليات الإتجار بالبشر اللي هو بيعملها. وفجأة بيدخل شخص اسمه كواي هو ورجالته، وأول ما بيشوف الشخص ده لاي بيفرح جدا وبيطلب منها إنها تروح على البيت، بس لاي بترفض وبتبقى عايزة تقتل أبوها. بس كواي بيبدأ يكذب وبيقنعها إن كل الأفكار اللي في دماغها دي مجرد خيالات، فبتصدق لاي أبوها وبتنزل المسدس من إيديها. وفي اللحظة دي بيتحول كواي وبيؤمر رجالته بقتل فرانك. وفي نفس الوقت بيبقى المحقق تاركوني وصل للشركة هو ورجالته، وعلى طول بتبلغ السكرتيرة وولف إن الشرطة في المكان. فبيتراجع كواي وولف عن قتل فرانك وبيأمروا رجالتهم بضرب فرانك لحد ما يغمى عليه. ولما بيدخل تاركوني للمكتب بيقول وولف إن فرانك خطف واغتصب لاي بنت شريكه، وكان جاي المكتب بتاعهم عشان يبتزهم وياخد منهم فلوس. فبيضطر تاركوني إنه يقبض على فرانك، بس بيبقى حاسس إن في حاجة غلط بتحصل وإن وولف وكواي وراهم حوار كبير، خصوصا إنهم من أخطر زعماء مافيا في المدينة وكانوا متهمين بقضايا قتل وإتجار بالبشر والسلاح. وبيفوق فرانك في الزنزانة وبيلاقي تاركوني قاعد مستني يصحى، وبيحكي تاركوني لفرانكي كل حاجة وبيعرفه إنه متهم بالخطف والاغتصاب ومحاولة الابتزاز. فبيتعصب فرانك وبيقول له إنه وولف وكواي تجار بشر وبيجهزوا النقل وبيع أكتر من 400 شخص أسيوي، وبيطلب فرانك من تاركوني إنه يسيبه يخرج عشان ينقذ الناس دي من الاستعباد. بس تاركوني بيرفض في البداية وبيقول له إنه هيبلغ الجيش وهم يتصرفوا في الحوار ده. بس فرانك بيعترض وبيقول له إن الجيش على ما يتحرك هتبقى السفينة مشيت من بدري. فبيقترع تاركوني بكلامه وبيمثل قدام كل الضباط اللي في القسم إن فرانك أخده رهينة، وبتنجح خطة فرانك وبيقدر إنه يخرج من القسم بسلام. وبيروح فرانك للميناء وبياخد مركب صغير فيها أسلحة وبينطلق لميناء مارسيليا. لما بيوصل بيبدأ يخلص على رجالة كواي وولف، ولما بيعرف كواي وولف إن فرانك موجود في الميناء بيغيروا خطتهم وبياخدوا الحاويات اللي فيها 400 شخص على العربيات وبيقرروا إنهم ينقلوها بالطريق البري. وبينط فرانك على واحدة من العربيات دي بس بيقع من فوقيها، وبيستغل رجالة كواي وولف الفرصة دي وبيحاولوا انهم يقتلوه، بس فرانك بيبقى اقوى منهم وبيدخل معاهم في قتال عنيف وطويل لحد ما بيقدر في النهاية انه يخلص عليهم كلهم. وبيركب فرانك عربية وبيبدأ يطارد العربيات اللي عليها 400 شخص، لكن العربية بتعطل منه في الطريق، وبالصدفة بيشوف طيارة بترش المحاصيل بالمبيدات وبسرعة بيجري ورا الطيارة دي لحد ما بتنزل على الأرض، وبعدها بيهدد المزارع بالمسدس اللي معاه وبيخليه يوصله بالطيارة اللي معاه. وبيوصل فرانك العربيات كواي وولف وبينط من الطيارة بالباراشوت وبينزل بيها على العربية من العربيات اللي بتنقل الحاويات، وبعد كده بينط على كرسي السواق وبيرمي السواق على الطريق. ولما بيشوف وولف المنظر ده بيتعصب جدا وبيخرج البندقية بتاعته وبيحاول انه يقتل فرانك بيها لكنه مش بيعرف، فبينط على العربية اللي ركب فيها فرانك وبيدخل معاه في قتال عنيف، وبيقدر فرانك في النهاية انه يهزمه وبيرميه من العربية، وبعدها بيركن العربية وبيبقى مفكر انه خلاص انتصر عليهم. لكن بيظهر كواي ابو لاي وبياخده وبيمشي بيه جوه الغابة لحد ما بيوصلوا لقمة جبل، وبيبقى كواي ناوي انه يقتل فرانك، بس بتظهر بنته لاي من ورا وبتخلص عليه وبتنقذ فرانك على اخر لحظة. وفي اللحظة دي بيوصل تاركوني هو ورجالته وبيحرروا كل المخطوفين اللي في الحاويات، وبتبقى لاي فرحانة جدا لأنها قدرت تنقذ الناس قبل ما أبوها وولف يبيعوهم كعبيد. وبكده يبقى خلص فيلمنا النهاردة، ولو عاوزين ننزل باقي أجزاء السلسلة ياريت تكتبونا في التعليقات، واستنونا فيلم جديد وسلام.